شابيت يا خويا. هاد واش من راس خونا اكيطا اكيطا نورمالمون اللي يعرف الكلاب وعلى بالو يكبروا بزاف يا اخي يولي ضخم الله يبارك. هادو ما سيدي مالي في مال ولا في مالات كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا شيو هدايا اشكو في الحراشي فاجوني نشوف كلاب لي جاني شفتهم هدايا قال لي لا راس كناريو هكذا لا راس تاعو كناريو شوف لكم رقم الهاتف لي انتيريسي يتواصل مع خاوتنا. دائما نذكركم بلي اخوكم ناصر ما يجيبش الاسعار ولكن نعطيكم نظره ونجيب لكم ارقام الهواتف عيطوا ونيغوسيو هكذا خاوتي نبيع ولكن شوفوا هذا ستفيدبول يا اخي فيتبول حاجه دونجي صراحه شوفوا ديجا كي تشوفوا وجهه يخلع صافي بليزير هذا قال لكم خونا ما راهوش دائما نشجعوا خاوتنا اللي يخدموا بهم بالمناسبه كذلك خونا جاب لنا لي شيو هذوما راهو يقول في ليستاف امريكا انا نسقسي قال لي حاجه حره بيان سير مون فرار قال لكم حاجه حره هذوما عندهم 45 جور بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر تي في إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم راه متواجدين بسوق الحراش وهذا الفيديو راح يكون خاص إلا بالكلاب هكذا نعطيكم نظرة واش راه موجودين هذ الكلاب هنا بسوق الحراش نبداو مع خونا لهنا السلام عليكم واش راك خويا صافا لاباس جاب لنا الكلب هدايا هذا في المالين وهذا خونا حاجة حرة خونا شحال عنده هذا خونا؟ 4 سنين طرونكي ندريسي عويق الكلش صافي بليزير بون فرار يعطيك الصحة خويا سي جونتي صحة دوك نوريكم السلام عليكم واش راكم خويا صافا لاباس راكم مليح بخير خاوتي جابوا لنا الهيسكي هادو يا خونا حاجة حرة هذايا بون زير بلو نورمال ولكن هذا نورمالمون وحده بلو وحده قويه صح هذا استعمال خونا استعمال والاخر هذه في مال كوبلا هكذايا شحال المار شحال العمر تاعو عام والفي مال كيف ترونكيل مربيين عويق عليه خونا حاجه ترونكيل اذا نخلي لكم رقم الهاتف لي انتيريسي يتواصل مع خاوتنا دائما نذكركم بلي اخوكم ناصر ما يجيبش الاسعار ولكن نعطيكم نظره ونجيب لكم ارقام الهواتف عيطوا ونيغوسيو هكذا خاوتي خويا قول لي رقم تاعك 07 77 90 84 المكان وين لقاوكم خونا المكان نعم اذا نحيو بالمناسبه خوتنا من عين وساره بون فرار بارك الله فيك سي جونتي ندوزو عند خويا لهنايا مرمو جاب لنا كانيشه مع وليدها هكذا ولا زوج شراوة هذوما في زوج صحيت هذا شحال عنده هذايا 3 شهور وهذايا صح هذو في الكانيش حاجه شابه هذوك نشوفوهم ماشي مشكل تحب تخلي الرقم تاعهم معليش صح قول لي 05 56 17 29 04 المكان وين خونا براقي اسكو البيع بابا ثاني البيع على يماهم للبيع كيف دوك نجيو نشوفو ها دقيقه برك نكمل مع خونا لهنا ثاني جاب لنا كذلك في مالا هديه هذه واش مالات خونا ستار هذا في ستار حاجه حره خونا اذا ولادها وراهم راهم هنا نشوفوهم دوك نجي معك خويا اي بان عويق لا ترونكيل يا اخي اه بيان سير هذيك حاجه باينه ها مليك ولادها والمالي كوبلات معاه كيف ستاف كيف لا راس لا راس اكو تشوفوا هنا مخلطين سيدي مال في مال هكذايا اواني في مال كاع لي في مال ها مليك سيدي في مال لا لا هذا مال يا راجل ولا في مال هذا اواني في مال لي في مال قالكم في مال دوك نشوفوا خونا كذلك اذا حبي خلنا رقم الهاتف يتواصل معهم خونا اسكي يتباع كلش ولا يتباع غير الجراوة صغار كلش ماشي اه على كل حال ماشي مشكل خليني المور تاعك معليش خونا صح قول لي 05 41 82 دوبل زيرو 80 المكان وين خونا؟ او في الكاريت يسهل داني انتيريسي يتصل مع خويا صحيت مبرر بارك الله فيك صح خويا زيد نجوز عند خويا لهنايا كذلك نلقاه اشاك فوا هنايا في سوق الحراش وجاب لنا مالينو يا اخي صح اصي هذا معاك فابوجي كيما قال لكم شوفوا راهو طرونكي عويقل شحال عنده هذا خونا؟ 13 شهر لا كوبلاش مازال حاجه شابه بون فرار سي جونتي يعطيك الصحة رواح صحة شابه كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا شيو هدايا اشكو في الحراشي فاجوني نشوف كلاب لي جاني شفتهم
هذا يا قال لي لا راس كناري هكذا. لا راس تاعو كناري. كناري شوفوا شحال شباب يعني حاجه شابه دوك هذا كيكبر ما بانيش 55 يوم. 55 يوم وهذا كيكبر على بزاف ولا؟ كيكبر على هذا في الجيو. هذايا في الجيو صافي بليزير نخلي لكم هذا الفاش تاعك خونا ولا؟ زايد عند صاحبي. زايد عند صاحبك ماشي مشكل دوك نخلي لكم رقم الهاتف تاع خونا هكذا لي انتيريسي يتواصل معاه وينيغوسي. خويا قول الرقم تاعك. 07 07 76 26 29 56 75 ما كانوا وين لقاوكم خونا؟ 5 مليون 5 مليون نحيوهم بالمناسبه مون فرار يعطيك الصحه سي جونتي. عندنا لهنايا دو شيو هذوما دو بيرجي المون خونا راه يقول لكم في الحر هذوما خونا اون سي جامي انسان يحب يشوفهم عندك لي بارون تاعهم يشوفهم كل شيء ماشي مشكل. هذا شهر واحد الاموا هكذا شهر شهر ونص هذوما شابين وعندنا هذوما كذا شوفوا شحال من الطحين هذوما في المالينوا يا اخي خونا هذوما في المالينوا بون هذو سيدي مال في البرجي خونا سيدي مال مال في مال في البرجي مال في مال وفي المالينوا في مال في زوج هكذا يا في مال في زوج دوك نخلي لكم رقم الهاتف كذلك تاع خاوتي لي انتيريسي يتصل بهم. خويا قول لي الرقم تاعك 05 56 09 55 49 المكان وين راكم خويا المكان؟ باب الزوار متواجدين في باب الزوار خويا سي جونتي يعطيك الصحة بارك الله فيكم صحيح جوز عند خويا لهنايا السلام عليكم واش راك صافا خويا لاباس بخير انا الكلاب ما ندناش ولكن من بعيد خونا واش يكون هذا؟ لابرادور هدايا سي لابرادور حاجة حرة خونا هدايا شحال عنده هدايا؟ عنده عامين سي كاين مربي عويقل مربي في الدار مع دراري صغار مربي في الدار كيما قال لكم مع دراري صغار دوك نشوفوا هكذا خونا إلى حبي خلينا رقم الهاتف ديالو لي انتيريسي يتواصل معاه معليش خونا رقم ها ماشي مشكل قال لكم لا لا سمحوا لي خويا بارك الله فيك سي جونتي يعطيك الصحة خويا العزيز كملوا هكذايا دائما المكان هنايا في الراية هكذايا تشوفوا كلاب واش راهم متواجدين بسوق الحراش إذن مع المصغر اللي هنايا كذلك جاب لنا البرجي المو هذايا شوفوا هذا الشهر عنده خويا عامين عامين سينو مربي ترونكيل عويقل عادي هاكي تشوفوا وكاين هدية هذا تاني سامال هاوليك دوك نخلي لكم الرقم تاع خونا هكذايا لي انتيريسي يتواصل معاه طلع روحك نشوفك يا راجل راهو يشم معليش نخلي لكم رقم الهاتف لي انتيريسي يتواصل مع خونا وينيغوسي معاه خويا قول لي الرقم تاعك 05 49 46 88 84 المكان وين لقاكم خونا؟ باب الزوار راهم متواجدين في باب الزوار خويا بارك الله فيكم سي جونتي صحيح بون هذايا ما راهوش البيع ولكن شوفوا هذا اسمه بيتبول يا اخي بيتبول حاجه دونجي صراحه شوفوا ديجا كي تشوفوا وجهه يخلع صافي بليزير هذا قال لكم خونا ما راهوش البيع دائما نشجعوا خاوتنا اللي يخدموا بهم الحراسه اذا مع خونا لهنايا شوفوا كذلك جاب لنا قال لكم هدايا في الهاسكي سيربيا يعني تلقاو انواع كي تجو كاين كل جمعه تلقاو انواع تاع الكلاب وكل واحد والجور اللي راهو حاب هذا شحال العمر تاعو خونا؟ 11 شهر 11 شهر ورايبان ترونكيل عويقل خونا يعطيك الصحة سي جونتي صحيت السلام عليكم ندوز عند خويا لهنايا واش راك مون فرار صافا لاباس بيان شابين يا خويا هادو واش من راس خونا؟ أكيطا أكيطا نورمالمون اللي يعرف الكلاب وعلى بالو يكبروا بزاف يا اخي يولي ضخم الله يبارك اه هادو ما سيدي مالي في مال وناس في مالات في زوج حاجه قرع قرع باباهم شامبيون هكذا كما قال لكم باباهم شامبيون تروا فوا برانس سينو اسك شغل عندك والديهم راهم في الدار ولا سي جامي واحد يشريهم يشوفهم كل شيء ماشي مشكل كما قال لكم لي بارون تاعهم راهم في الدار اللي يحب يشريهم هكذا يشوف والديهم دوك نشوفوا خونا هكذا المباشر اللي يحب يخلينا رقم الهاتف ديالو هكذا تقدروا تواصلوا معه خونا معليش رقم الهاتف صح قول لي 05 05 54 93 70 88 المكان وين نلقاوكم خونا؟ وين؟ اذا نحيي بالمناسبه اخوتي وحبابي من البيار حاجه شابه بزاف مون فرار يعطيك الصحه سي جونتي اذا مع خويا لهنايا كذلك شوفوا واش جاب لنا قال لكم هذوما في البرجي هولونداز
حاجه شابه شفتهم ديجا شفت واحد كبير لا دنيير فوا شغل يعني يجي واحد لا كولور شغل ديب هذا يا خويا خونا هذه في الحر حاجه حره اذا شاتكم حاجه هذه كل واحد 45 جور ماكسيموم يا اخي 45 يا هذاك هو لاش دحم سيدي مال في مال ولا مال في زوج لي ما دوك نشوفوا كذلك هكذا على المباشر الا حب خونا يخلينا رقم الهاتف وخونا يخدم بزاف الكلاب يعني جاب لي ربي اشاك فوا يجيب دي موديل تحبوا عجبوكم هذوما الله يبارك نيغوسيو عليهم سينو دي موديل كاش حاجه واحده اخرى يجيبها لكم هكذا خونا ماشي مشكل معليش تليفون خونا صح قول لي خير عزيز 06 55 25 62 33 المكان وين لقاو خونا مديه راهو مديه برواقيه نحيو بالمناسبه خاوتنا من البرواقيه مون فرير يعطيك الصحه سي جونتي بارك الله بالمناسبه كذلك خونا جاب لنا لي شيو هادوما راهو يقول في لي ستاف امريكا انا نسقسي قال لي حاجه حره بيان سير مون فرير قال لكم حاجه حره هادوما عندهم 45 جور لي بارون تاعك راهم عندهم ولا عندك بليتو ولا لي بارون ديالهم في الشباب في الشباب قال لكم في الشباب راكم تشوفون نورمالمون كذلك لي ربيو كلاب يعرفوا ثاني حاجه اسك حره ولا لا مي راهم يبانوا شابين بزاف عندنا زوج لهنا يا اخي سيدي مول فيمال كانوا اربعه وزوج باعتهم في عمر 25 صح في عمر 40 وهذو ما 40 يوم مول فيمال خونا سيدي مول فيمال هذو مولا دي فيمال هذو ما اي والله دوك نخلي لكم رقم الهاتف كذلك لي انتيريسي تواصل مع خونا خويا قول لي رقم الهاتف 055 92 0045 46 سمحوا لي في الاخير 46 المكان وين يلقاو خونا راه متواجد في براقي خويا سي جونتي يعطيك الصحه ندوزو عند المصغر لهنا كذلك وهذا وشنو خونا مالينوا حاجه حره ثاني قال لكم حاجه حره كذلك هذا في المالينوا الا حبيت تخلي الرقم تاعو ماشي مشكل سير قول لي 07 73 05 22 50 هكذا المكان وين خويا بني مسوس راه هنايا في العاصمه وها هو المصغر المروج يا خويا صحيت خويا كذلك جاب لنا هذا يا واش راك مون فرار صافا لاباس هذا واش من راس خونا هذا يا في الصطاف في مالا في الصطاف ولادها وراهم خونا باعهم هي مالا بقات هي هكذا صح يا خويا كان باغي نعاود نرجعها جيب لي ربي هكذا يا خويا قال لكم راهو وسوس اسكي بها يجيب الخير صافي بليزير يا خويا مون فرار بارك الله فيك يعطيك الصحه سي جون اذا نختم معكم هذا الفيديو اللي كان خاص بالكلاب هما مازال كاين كلاب موجودين ولكن سمحوا لنا ضيق الوقت لهذا يا اخوكم ناصر يخدم كل شيء يخدمنا الكباش نخدموا الماعز الابقار الاحصنه كل شيء يعني حتى الطيور لهذا يا ما يكونش عندنا الوقت المهم نقول لكم ما تنساوش الدعم لقناه ناصر تي في تهلاو في رواحكم السلام وانا دائما نشجع ناس اللي تشري الكلاب على جال الحراسه ماشي على جال البريستيج ولا هذه هي دوك نشوفوا خونا هذايا نكملوا معاه خونا والبيع هذايا ها زعما معليش هاوليك شوفوا هدايا في بيان سير خويا هذا في الرود يا اخي شحال اشتاعوا هذا خونا 8 شهور اذا نخليكم رقم الهاتف تاع خونا هكذايا اللي انت خونا هذا في الحر يا اخي حاجه حره هاوليك بالكارني ديالو اونتوليكا بكل شيء نخليكم رقم الهاتف اللي انت ريسي تواصل مع خونا خويا قول لي الرقم تاعك 05 61 37 37 30 63 المكان وين نلقاو خونا في القبة نحيو بالمناسبة خاوتي من القبة خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة إذا هكذا تهلاو في رواحكم سلام